السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. عسلامة يا البنات، شنحويكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في خير ونعمة الناس الكل. رجعتكم اليوم فيديو جديد، إن شاء الله يا رب يعجبكم. فيديو اليوم شنو باش نسميه فيديو اليوم؟ فيديو اليوم كوليكسيون جديدة متاع صغيرات. الحقيقة ما عنديش برشا، شوية شوية، خاطر هذا اللي لقيته يا البنات متوفر مبدئيا جبته. إن شاء الله الايامات الجايه عندي ارفاج جديد نتاع السلعه، ان شاء الله ان شاء الله يوصل. كان هكا تنصور لكم يا البنات فيديو، حسيت حتى اذا كان ما وصلش للريفاج الجاي هذا بقدره ربي نعاود الريفاج واحد اخر، ومانيش مسلمه لين تجيني السلعه اللي حاشي بها ان شاء الله يا ربي بقدره ربي. الحسيل يا البنات اليوم عندي كسيوات صغيرات، اسوام في المتناول، ما عنديش حاجه كل طايره على الاخر. كان شاطت معناها راهي الحكايه ما نعرفش، ماهيش باش توصل، ماهيش باش توصل 70 دينار قدرة ربي، 70 دينار ما توصلهاش. كسوه عيد تفرح صغيرك بنيتك، الحقيقه مبدئيا راهو عندي كان البنات، ما عنديش وليدات، ان شاء الله الايامات الجايه تكون فما اولاد. مبدئيا عندي البنات، ان شاء الله يا ربي تعجبكم الكوليكسيون. ما نطولش عليكم المقدمه، اول حاجه خلوا لي تعليق ولايك سمح على الفيديو، اذا اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا في القناه وفعلوا خاصيه الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. باهي البنات، سموا بسم الله ونبدأ في الفيديو تاعنا. منين باش نبدا يا البنات؟ خليني ساعة نجيب المكان زغرونة هذه ملبستها، هذه هكا ظاهرة يا البنات. باهي نبدأ باللونسومبل هذه يا البنات. اللونسومبل هذه كيما تشوفوا بيول مانش بوفان، المانش نتاعها راهو على المسلين يا البنات، المانش مسلين. باش نوريكم نبدا. شوفي البنات المانش نتاعها موسلين هذيا بالنكته كما يقولوا، كيش يقول فيها الصفاقسي بالنكته. مانش موسلين، قماش هذيا ما نعرفش الحقيقه شنو اسمه، هذيا راهو منه فيه في القماش، ماهيش طبعه معناها والا تصويره باش تتغسل تتنحى. بيول ومعها البنطلون هذيا، القماش نتاعو شاكيره، باهي قماش شاكيره سمح غني عن التعريف، سمح على الاخر يا البنات. بالنسبه للونسومبل هذيا 6 سنوات يا البنات، 6 سنوات، خليني نزيد نثبت. بالنسبه لهذه 6 سنوات يا البنات، الكعيبه هذيا 6 سنوات بقداش؟ 35 دينار. باهي يا البنات 35 دينار، يظهر لي سوم هذايا ما كنتش باش تلقوه حتى في بلاصه. بنطلون هكا بالسبته من هنا وبالبوشيت، مضخم على محلاه، قماشو ياسر مضخم. اللون نتاعو في الروز نيود، البول نتاعو في البلون، المانش نتاعها بوفون كيما تشوفوا على الموسلين هكا بالبورس من هنا بالخيط معناها بلاستيك بليتو. هذه يا البنات 6 سنوات ب 35 دينار، 6 سنوات ب 35 دينار. عندي كيفها الكعيبه هذيا، باهي روز نيود البنطلون تاعها، روز نيود كيما تشوفوا بالبوشيت وبالشميز. مانيش عارفه علاش يظلم هكا التليفون، حسيلو بالشميز البنطلون تاعها بالشميز، يظهر لي خاطر الشباك معناها فهمتو، خليني ندور هكا مريقل هكا يظهر لي مريقل. باهي البنطلون تاعها هكا، شميز بشميز سامحوني، شميز شوفوا البطونات نتاع الشميز على محلاهم. هذه البنات كيف كيف 6 8، بالنسبة لهذه تلبس 6 8 سنوات، 6 8 سنوات، شوفوا ما شاء الله البنطلون تاعها مطولو. باهي البنات هذه تلبس 6 8، 6 8 سنوات البنات، هذه كيف كيف 35 دينار، 35 دينار. انصومبل كاملة شميز وبنطلون، الشميز بطبيعة قماش شميز عادي، على القمراية يظهر لي القماش يشبه برشا للقمراية، سينو البنطلون شاكيرة 35 دينار يا البنات، 35 دينار. عندي الموديل هذايا البنات، عندي الموديل هذايا فيه طيات، عندي الموديل هذايا زادا البنات. سمح سمح، باهي البنطلونات الكل راهم شاكيرة يا البنات، البنطلونات الكل شاكيرة، شوف
هذه شوفوا ما شاء الله بالستيك راهي من هنا كما تشوفوا، بالبوشيت من الجناب كلهم بالبوشيت، البوشيت نتاعهم ياسر كبيره بالسته. شوفي هذه السته نتاعو ليه. بالنسبه للكعيبه هذه يا البنات 14 سنه، ب 14 سنه يا البنات. نحنا ديما نقصوا كوب، والله ماني عارف حسيتهم صغيرونين الكوب نتاعهم، فهمتوا؟ وفي تايرك هاو. بالنسبه هذه نقولوا 12 سنه، اما هي مكتوب عليها 14 سنه، تلبس 14 سنه. باهي بنطلون شكيره ومعاه هدية على ال على السطان، القماش نتاعها ماهوش سطان اما يشبه برشا للسطان، هكا الكول نتاعها نفس الفازة في المونش. ريتو يا البنات ياسر مضخمة راهي الشميز هدية كيما تشوفوا، زادا كيف كيف تتلم عليها تحت البنطلون، تجي مضخمة 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 على الاخر. هذوما البطونات نتاعها من تالي ياسر مضخمة يا البنات. الكعيبة هذه 12 سنة 14 سنة 12 سنة 14 سنة راهي يا البنات الموديل نتاعها ما تجيش طويلة، فهمتوا؟ هاك اللي تجي كيما السيور تاعي، فهمتوا؟ على البنطلون بالضبط سيور تاعي، سينو اللي تنجم معناها تلبس عادي كالتوب يبقى معناها فما شوية من البطن ظاهر عادي، سينو راهي تلبسوها معناها هذايا يجي تحت السروال. جي ياسر مضخمة البنات بالنسبة لونسومبل هذي، لونسومبل هذي البنات عندي فيها طيات وعندي فيها زوز ألوان أكهو، عندي النوار هذي خلينا نعاود نلمها باش نوريها لكم كاملة، عندي فيها النوار هذي البنات 12 14 سنة، بالنسبة للونسومبل هذي البنات 45 دينار، 45 دينار. هكا يا البنات هذه الشوميز وهذه هي البنطلون تاعها، هذه هي البنطلون تاعها. شوفوا يا البنات راهو ماهوش تيوب على الاخر وماهوش لارج، فهمتوا؟ ماشي يتلم بشويه بشويه، مضخم على الاخر يا البنات الستيل نتاعها هذا لونسومبل هذه. عندي فيها هكا يا البنات 6 سنوات، عندي فيها هكا 6 سنوات باهي، وعندي فيها هذه ابارمون 8 سنين. خليني نزيد نثبت في الطاي البنات باش ما نغلطوش، هذه 8 سنوات باهي البنات، هذه 8 سنوات باهي. عندي فيها 6 8 و 12، بالنسبه للونسومبل هذه فيها 6 8 و 12 45 دينار، 6 8 و 12. الكعيبه الروز 8، الكعيبه نوار 6، وعندي زاده كعيبه نوار واحده اخرى في ال 12 14 باهي البنات. بالنسبه للونسومبل هذه 45 دينار، 45 دينار مش راهو مضخم مضخم على الاخر يا البنات في الواقع مش كما تشوفوا فيه في التصوير. هذه 10 سنوات يا البنات، هذه راهي 10 مكتوب عليها 10، دونك تلبس 8 10 سنين، 8 10 سنين هذه باهي، 8 10 سنين الكعيبه اللي بالشميس، والكعيبه اللي في الواحد 8 سنين، 6 8 سنين الكعيبه اللي في المكان. ليه يا البنات عندي الموديل هذا يا البنات، عندي موديل عباد الشمس كما نجمو نسموه عباد الشمس، جيب نتاعها راهو ياسر ياسر مضخم يا البنات كما قاعدين تشوفوا فيه. انا باش نحل لكم الموديل ونوريه لكم محلول، بالحق راهو مضخم على الاخر. هذا يا جيب يا البنات ماهوش كلي مسربح نقولوا نحنا، شويه هكا قماش بالعكس شوفوا محلاه، عاد تقولوا ياسر مضخم ياسر محلاه، يتحل بالباهي بلاستيك مضخم على الاخر يا البنات. ومعاه البيل المزيانه هذيا، بيل نتاع كريب سكوبا، القماش نتاعها كريب سكوبا، اي لاف دايزي باهي يا البنات. مونش بوفون كيما تشوف المونش بوفون يا البنات كيما تشوفوا على محلاها، فيها هكا ورده لهنا رابيل على الورده اللي في الجيب،
بالنسبه للكعيبه هذه البنات تعطيكم التيات الصحاح باهي، هذه 8 سنوات البنات تلبس 6 8 سنين، تلبس حتى 6 البنات، هذه 8 سنين وتلبس حتى 6 8 سنين هذه هي البنات باهي. بالنسبه للموديل هذه البنات كيف كيف 45 دينار، 45 دينار باهي. باش نعمل لكم فازه سمحه يا البنات في التفصيل، طبعا نقول لكم عليه باهي. عندي زيدة هذه كعيبه في الفيردو، كعيبه في الفيردو، الفيردو هذه يا البنات طايها من غير تيكي البنات، هذه جات من غير تيكي، مانيش عارفه منين باش ندير الطاي عسيلو يا البنات. هذه هي اكبر راهي من الكعيبه هذه، دونك هذه 8 سنين، هذه 10 سنوات باهي البنات، 10 سنوات بالنسبة للكعيبة هذه بيردو باهي، 18 سنين، 18 سنين وثمانية عشرة سنين يا البنات، 18 الموديلات الزوز هذوما يا البنات باهي، 45 دينار. باش نعمل لكم فازة سمحة في التفصيل يا البنات، هاني باش نقول لكم عليها. عندي الكعيبة النوار هذه، كعيبة النوار هذه طاي 4 سنوات، كعيبة النوار هذه طاي 4 سنوات، ريتهم أحلاها مضخمة يا البنات، راهي ملبوسة ما نحكي لكم، مش مضخمة مضخمة على الاخر باهي البنات. هذوما يا البنات 45 دينار، 45 دينار يا البنات. جوب، جوب التول القماش نتاعو تول، عتول ريتو محلاه، هذه راهي مطروزة ماهيش لاصقة الوردة، والبيل نتاعو كريب سكوبا مزيان على الاخر يا البنات، الديزاينات نتاعهم ياسر محلاهم. بالنسبة لهذوما يا البنات 45 دينار، 45 دينار باهي. عندي الموديل التحفون هذه، خليني نعمل في السانتر ونقول لكم هذه ايش نسبتها. بالنسبة للروبة هذه البنات لبس من 6 شهور حتى للعام، 5 شهور 4 شهور حتى للعام باهي البنات. ريت الروب هذه محلاها معها السنتور هذه بول ماركي لاتايل كما تشوفوا، اكيد باش تكون واسعه، اما هذه باش يلف معناها الروب تولي قد البنوته باهي البنات. الروب هذه شوفوا محلاها من الديتاي اللي فيها، ريتو ياسر محلاها هكا بالفولونات من هنا، بالفولونات من جنب الكول، مضخمه على الاخر يا البنات الروب هذه. ومعها السيرتات المزيانه هذه، معها السيرتات المزيانه هذه باهي يا البنات. بالنسبه للروب هذه 35 دينار، 35 دينار يا البنات. هذه الموديل اللي حكيت لكم عليه، قلت لكم راهو نتاع صاحبتي، تشجيع مني ليها، نحب معناها نعاونها شويه في الخدمه. هذوما يا البنات اي طاي تحبوا عليه تخدمي لكم معناها، واي موديل تحبوا عليها وينو عندكم الواتساب نتاعي، اللي تحب موديل معين تقولي عليه وتبعث لي، نحاولوا نقربوا معناها الموديل، واش نحاولوا هي ديجا تعمل لك كوبي كولي يجيبوا لك لو ميم معناها، فهمتوا؟ هاوينو انتوما اللي عندها تصويره معينه تبعثي لي على الواتساب، تعطيني نمر نتاع صغيرها وقدره ربي جمعة تكون الكوموند نتاعها حاضرة. والسوم زادة باش يكون في المتناول يا البنات، راهو سمح سمح زادة كيف كيف القماش نتاعها شكيرة راهو يا البنات، سمح على الاخر يوالي مطقسنا توا طقس العيد، حاجة مضخمة على الاخر. ومعها هذه كادو راهي سيرتات باهي البنات، اي لون تحبوا عليه تخدم لكم فيه الموديل هذي، والا موديل كيفو ريتو لهنا زادة. شوفوا باش ما نواجهوش مشكلة مع الصغيرات، عملت الفونت الزغرون هذايا وعملت فيه البوطون باش نجم تلبس بنتك ولا بنيتك الزغرونه كالبيبيه تلبسها وانت مرتاح باهي. هذوما 35 دينار يا البنات، 35 دينار باهي يا البنات. نجو للضخامه توا، موديل 3 بيس، موديل 3 بيس كما تشوفوا. اول حاجه نبدو عنا البنطلون، بنطلون شاكيرا قماش شاكيرا بالفونت من قدامي البنات، ريتو محلاها الفازا. وتوا نجو للضخامات يا البنات، ونجو للحاجات الفينو والمزيانه
باهي البنات، عندنا لونسومبل هذيا تروا بيس، لونسومبل هذيا تروا بيس. بالنسبه للكعيبه هذيا في البلوسيل غامق البنات، ما هو شكل اللي فاتحه على الاخر، باهي مايل شويه للبلوروا، باهي ريتو محلاها الديتاي اللي فيه يا البنات. البنطلون بنطلون با تيليفون بالفرونت من قدام، شوفوا محلاها وشوفوا الديتاي هذي محلاها نتاع الخياطه هكا في وسط الساق نتاع البنطلون. هدايا البنات تاي 8 سنين 6 سنين، تاي 6 سنوات، 6 سنوات يا البنات، هدايا 6 سنوات تلبس حتى 8 سنين يا البنات، الكوب نتاعها وافيه شويه تلبس حتى 8 سنين. باهي البنات لهنا معاها هدايا الشميز، ريتو الكعبات البيرل اللي موجودين لهنا ياسر مضخمين الشميز، حتى وحدها تتلبس يا البنات. وشوفوا كل الفولونات اللي فيها لهنا محلاهم، خليني نحيها البلازير. شوفوا يا البنات مضخمها الشميز، الشميز تهبل 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 يا البنات ما نحكي لكمش. شوفوا كل البيرل اللي فيها من هنا بالفولونات، فولونات من الكول، فولونات لهنا على الصدر، وفولونات زاد كيف كيف في الدوم نتاعي ريتو. وفيها لهنا البوطون هذيا من بعد سكرها، ريتو محلاها يا البنات. وشوفوا لهنا المونش، شوفوا التفاصيل محلاها ريتو، شو ريتو محلاهم يا البنات، موديل مضخم 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 على الاخر يا البنات. بالنسبه للكعيبه هذيا يا البنات عندي فيها كعبه واحده، الطاي هذيا كعبه واحده، راني قلت لكم كنت واضحه معكم، قلت لكم خليني نلم الحوايج الكل ومن بعد نحل لكم لايف والا نعمل لكم فيديو مفصل. الاكثريه قالوا لي لا هبط لنا الموجود ومن بعد كي تجيب عاود هبط لنا، فهمتوا اللي اذا كان حاجتنا تو نعاودو نشرو، فما حبيتش نكسر بخاطرهم قلت به معها البلازير المزيانه هذيا. ريتو يا البنات البلازير هذيا راهي جوست فورما برا ماهوش بوش، بلازير مضخمة على الاخر يا البنات على محلاها، شوفوا كل الديتاي تاعها محلاها به. ومعها يا البنات المرسايس هذيا، معها مرسايس باهي مضخمة على الاخر. بالنسبة للموديل هذايا يا البنات قداش؟ عطوني انتوما سومكم اطرح، قولوا لي سومكم. موديل تروا بيس، مش تروا، كاتر بيس. بالنسبة للموديل هذايا كاتر بيس، بنطلون با تيليفون، شوميز، بلازير، ومرسايس. هذايا يا البنات بالنسبة للموديل هذايا يا البنات اليوم باش تاخذوه من عندي على 59 دينار اكهو، 59 دينار كسوة العيد كاملة مكملة يا البنات، كسوة العيد كاملة مكملة. باهي البنات عندي فيها كعيبة أخرى في موديل ستيل آخر معناها وطاي أكبر عندي هكا يا البنات، شوفوا ما شاء الله كضخامة وكلفيانة وكلبنة باش تنطق باش تنطق يا البنات الكعيبة هذي، ريتو محلاها فولونات ياسر فينو من هنا، عاملين فيها البيرل هذوما كعبات ديامون كعبات بيرل مزينينهم ضخمينها على الاخر، شميزة على محلاها معها بلازير هكا سامبل سمحة زادة كيف كيف، هذايا راهو فورما هكا هو بور لا فورم ما فيش بوشيت. شوفوا الفازة نتاع الكول نتاعها كيفاش ياسر مضخمة يا البنات، ياسر ياسر مضخمة، نفس الديتاي هذيا لهنا هكا شميز مضخمة 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 ما نحكيلكمش، القماش كيما العادة شكيرة يا البنات. باهي بالنسبة للبنطلون تاعها بالتليفون بالطبيعة بالليفونت من هنا ريتو ياسر مضخم يا البنات. بالنسبة للكعيبة هذه كيف كيف يا البنات 59 دينار، مع انها راهي الطيات الأكبر نشري فيهم أغلى من الطيات الصغار، أما كمان باش نعملهم الكل فرد سوم 59 دينار يا البنات، 59 دينار. بالنسبة للكعيبة هذه راهي طاي 12 سنة، طاي 12 سنة الكعيبة هذه يا البنات، كعبة كعبة راهو باش ما نكذبش عليكم. هذوما مبدئيا الموديلات اللي متوفرين عندي يا البنات. وهذه ديما باش نذكركم بالموديل هذا ياسر محلاها يا البنات، الكعيبه تهبل 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 وراي ملبوسه، انا ديجا جبتها من عندها ملي كنت ملبستها للمانكان صغيرونه هكا قاعده، راهي تهبل 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 تلبس من 6 شهور حتى للعام يا البنات، من 6 شهور للعام حتى 5 شهور 4 شهور تلبسي البنات، خاطر راهي فيها السنتوره هذيه نجم انت تمركي بها الطاي نتاع الزغرونه نتاعك، مضخمه على الاخر معها السيرتات هذيه راهي مرتاحه على الاخر يا البنات، سيرتات معناها ما تخافوش منها مرتاحه مرتاحه. هذوما يا البنات على 35 دينار الكعبات هذوما، سينو يا البنات مازالوا عندي لي دودون هذوما نجموا راني كيما قلت لكم تستحقوهم توا في العيد.
السوم بتاعهم ياسر مغري يا البنات، ما عادش عندي طيات الحقيقه، مازالوا عندي كعبات صغيرونين، هاني باش نشوف لكم الطيات بالضبط اللي مازالوا شنوما، سينو راني باش نعمل فيهم بروموسيون اخرى. صاي معناها باش نخرجهم على 25 دينار اقل من راس مالهم يا البنات. اما صاي معناها خرج الشتا دونك لازمهم يخرجوا، و حويكم فما ناس متنجمش معناها تشري مسالش. مرحبا بكم الناس الكل، نعاون وخيتي هذو ما البنات على 25 دينار. توا 25 دينار دودو بسو هذايا ماكش باش تلقاه حتى في بلاصه باهي يا البنات. بالنسبه للطيات هاو باش نوريكم شنو هي مازال عندي بالضبط. باهي زلت عندي الكلبه هي هذه 12 سنه، الكلبه هذه مكتوب عليها 12 متلبس 18 يا البنات كيما قلت لكم ديما نقصوتها. هذه هي البنات مكتوب عليها 12 دونك تلبس 8 10 اكهو 8 10 سنوات. الكعيبه هذه مكتوب عليها 6 تلبس 4 سنوات 3 4 سنوات ب 4 سنوات يا البنات. وبالنسبه للكعيبات هذوما اللي مازالوا كلهم 4 سنوات دونك يلبسوا عامين يا البنات. هذم 4 سنوات يلبسوا عامين، هذه ماهيش 4 هذه 6، هذه 6 يا البنات تلبس 4 سنوات، هذه 6 تلبس 4 سنوات، هذه 4 تلبس عامين، هذه 4 تلبس عامين، كيف كيف مازالت في الروز 4 سنوات تلبس عامين. دونك مازال عندي كعيبتين عامين بالطي صحيح، كعيبتين عامين، كعيبتين 4 سنين، وكعيبة 8 10، كعيبة 8 10، هذوما يا البنات على 25 دينار، 25 دينار. مازلت عندي حاجة أخرى يا بنات هاني باش نوريها لكم، ما وريتها لكمش المرة الأخرى. باهي البنات الكل عندنا مشكلة متاع الخلع، ما نحبوش البروتيل خاطر البروتيل فيه ساعة تتهلك. عندي السوماوش هذيا ياسر محلاها، تلبسها البنيه صغرونه سو فيتمون، والا جاينا الصيف يلبسوهم وحدهم قماشهم كوتون تركي البنات، كوتون تركي ياسر راهو مضخم يبرد بالكدا، وماهو شكل القماش اللي يتحل ويفسد. باهي البنات ماهو شكل القماش اللي يتحل ويفسد، هذه طاي 6 سنوات 6 7 6 7 عندي فيها طيات راهي البنات، عندي فيها ما في بالي حتى ال 14 انا باش نوريهم لكم الطيات الموجودين عندي الكل. هذوما يا البنات على 6500 6500، هذيك 6 7 هذه 6 7 هذه 8 9 هذه 8 9 هذه 4 5 هذه 4 5 موف نيود، هذه 6 7 6 7 سومون كروفيت 6 7 سومون كروفيت. عاولوا منهم يا البنات عاولوا منهم، الموديل هذا ما لقيتش منه المره اللي فاتت رجعت ما لقيتش منه. هذه 6 7 على كرو، هذه 6 7 تشري برشا كعبات من الوان مختلفين يعدوا لك الصيف يا البنات، يعدوا لبناتك الصيف. باه هذه 8 9 موف نيود 8 9 هذه 4 5 4 5 وعندي هذو في البردو 6 7 6 7 كعيبتين 6 7 في البردو 6 7 يا البنات. وعندي هذو ماي ما بقوش طيات الكبار يا البنات ما بقوش، هذه 8 9 19 8 9 يا البنات 8 9 هو 8 9 هذه 6 7 6 7 باهي يا البنات. بالنسبه لهذوما 6500 6500 يا البنات بالنسبه للسوم هذايا ما عطوش تلقوه حتى من في بلاصتها، معناها جملتها ما توصلش 6500. قماش تركي الوانه ياسر مضخمه وياسر سمحه، وبطبيعته هو موديل ياسر محلاه تلبس وحده في الصيف، عنا صغيرات لبسها خلعه خرجها ديريكت فهمتوا اللي ما تبقاش. بالنسبه للالوان يا البنات هذوما الالوان اللي مازالوا متوفرين عندي، مازال عندي سومون
مازال عندي فيردو، مازال عندي موف نيود، ومازال عندي لي كرو، ومازال عندي الروس. وسا دي بون تاعي البنات، راهو الكولور اللي حاجتكم بيه. بالنسبه لهذوما يا البنات 6500 اكها، 6500 بالنسبه للخلاعي هذوما. وبالنسبه للبرفانات يا البنات نتاع الصغيرات، عندي راهو عندي برشا برشا روائح ياسر مزيانه. عندي الروز هذيه ياسر سمحه يا البنات، راهي ياسر سمحه باللار، راهو ما تشم في حتى شيء، ما راني شميتهم قبل، الكل مزيانين والله يا البنات. ما عندك ما تخير فيهم، تشم وحده تنسيك في الاخرى، ما همش اكل هاديه، البرفان تاعهم الريحه نتاعهم هاديه هاديه وبنينه على الاخر. عندي هكا وعندي هكا، دونك البنات عندي خمسه الوان متوفرين، وراهو كل لون ريحته وحدها، وريحتهم ياسر 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 بنينه، راهم الكلهم معناها ما تخيرهمش على بعضهم. هذوما يا البنات على 4000 فرنك، 4000 الكعبة، باهي البنات 4000. برفان ياسر سمحة تستحقوها في الأيامات العادية، وجايكم العيد زادا كيف كيف، خبولهم حاجة هكا ريحة سبيسيال لصغيراتك بنينة وهادية على الأخر. راهو موديلهم ياسر مضخم يا البنات، وريحتهم زادا ياسر بنينة. دونك يا البنات عندي الخمسة، حاشيكم الخمسة الكعبات هذوما، مش خمسة كعبات، الخمسة ألوان هذوما عندي ديجا ستوك فيهم. باقي ستوك اللي نجيبو يخرج فيه، خاطر الصوم نتاعهم مغري 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 على الاخر يا البنات. دبوزه برفان او باش نقول لكم قداش فيها، فيها 50 ملي، 50 ملي يا البنات ب 4000، ب 4 دينارات فقط، حاجه ما تخطرش على بالي. باهي يا البنات لهنا نكون وصلت بكم لنهايه الفيديو، ان شاء الله يا ربي فيديو اليوم يكون عجبكم. ما تنسوش تخلوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخلوا لي تعليق سمحه. ان شاء الله ربي يجازيكم كل خير، وان شاء الله ربي يبلغنا كلنا اجمعين رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وان شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. كاو حبيباتي مقالكم باش نقول لكم نمتم في امان الله، وباي باي وبسلامه.